تدري 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 مات تدري مات يا غنيمة داري دمر بعد الأخير ونص طباخي تعبوني حلالة ليه حبت الأكل حب أطرب أطرب أنا أقلب أقلب باكا ولمموش مدري ما قام إيش تبي بدري يسوي ما تقولين لي الله يكون في عوني قولي لي انت مغيبه على عينش غمامه شلون مباق الجدر فهميني بس ها ما ادري يعني تهدين وانا احوس الجدر من ريحه الطباخ غفيت يمكن غيبت يمكن جاي اخ ما ادري من اللي باقه ما ادري حسبي الله عليه حسبي الله عليه يما يعني شنو ماكو قاده اليوم نقزرها بطاطا دقوس هدي خالتي خالتي ما كل العافية إن شاء الله إحنا طول الوقت قاعدين نلعب هني أنت الوحيدة كنت بالمطبخ يعني هذا أول قصيدة كفر هذا أول يوم نبقنا دش علينا حرامي أقول لكم يوزوا عن مقالبكم إيه اللي ماخذ الجدر الطلعة ولا ترى بكلم السايق وبنرجع البيت ومشوا بوزكم من شيء اسمه شاليه أنت خيره أعرف سؤالك ودقاتك أعرفها بتقهريني وتحريني بتنقصين على سعادتي وجيتي هني الشاليه أنت اللي ماخذ الجدر يما شكو أنا يعني باخذ الجدر باكله بروحي أخ يا جدري عبرت الشط على عمودك وخليتك على راسي اخي جدري خليتك على راسي على راسي خالتي جدرك فص ملح وذاب ما لقينا ولا شاله يعني وين راح وين راح ذهب مع الريح طار ارضك قلتها يا بدريه قبل امر الواقع خلاص جدرك وضاع وثاني شيء ترى عادي احنا بالشاليه كل شيء متوقع يضيع بني ادم يضيع سياره تضيع انا بكبري لو اطلع برا هم ضعت عادي يلا كل هالجدر خير سكتي ولا كلمة لا تبطلين حجج ما بي أسمع قولي لها ما بي أسمع صوته هذا جدري هذا جدري جدري لو الحين لابتوبها ضايع ولا آيبادها ولا تليفون من تليفوناتها كان قومه والدنيا على رأسهم لكن جدري ما حد حاسبي خلاص ضاع الله يعوضك فيه إيش بنسوي الحين بالله إيش بنتغدى اليوم أقول لا تحاتون الغداء السايق دزيت هني المطعم اللي حضاننا بيجيب لنا لقمه وبناكلها لا والله اكلي انت بروحك ها ايه اكلوا انتوا انا اكل اكل غير اكلي انا اكل اكل غير طباخ ايدي حوف ايدي يا بدريه هذا المموش اخ يا المموش اخ يا المموش اعطوني عماتي أعطوني أنا وين؟ بروح أدور جدري؟ بروح أدور جدري؟ خالتي وين مخذع ما يتش طالع الحزة؟ ما حد أشغل فيني ما حد أشغل بتقومون معاي تدورون أهلا وسهلا ما تبي تدورون بطل ديمو روحي قولي حق الشحط اللي برا السايق قولي له خلي يجهز السيارة لأني بطلع أنا سليمة بروح أدور جدري 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 الغالي جدري الغالي إيش فيك سجلنا الكبرشين نسيت إن بدرية قالت إن طرشة السايق يجيب لنا أكل من المطعم يجيب لنا هذا أكل بشاميل اللبيب والله اللي بشمل رأويك راسك هذا ببشملها لك أنت يا جيلة الحياة من تحسب الضيم اللي بفادي من تجرثم أبدا عمرك قولي حق بنتك تقوم تعطيني طولها وديك سيارتها سلف بروح ادور انا على جدري على امر طال عمرك لو سمعتي كلام خالتك الحين تدقين السياره سلف وتطلعيني بسرعه يلا هو يلا 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 ان شاء الله يما لحظه حجيه انت من صدقش بتطلعين لا اوكي وليش ما اطلع اخلي جدري كذي يضيع هذا كنز هذا جدر المموش انتوا من عمر قوموا اقول لك هذه مينونه ترى تسويها بتفشلنا ويا الناس قعدوها بس عاد ترى صدعنا ما صار هذا جدر يلا قومي خل نروح ندوره وما يحتاج سياره بنمشي على رويلاتنا على الاقل نطلقها ويمكن نلقى جدرها ونفتك قومي عاد عرزت الوي قومي معنا يلا شو تسوين واي حظي نزلي عباتك فشلتينا حقيني ما راح اخليهم شاليه مطبخ خال اطلع جدري يعني اطلعه
شو تسوين؟ حشا بوليسي، بوليسي مو آدمية، أحد يدور الجذر مالك كذي؟ لا والله صدق طباخ سليمة هذا حبيبتي أشمه بعد 10 كيلو، هذه سليمة اللي طبخت مو خرابيط. مو خرابيط. الحمد لله والشكر على نعمة العقل، الله لا يبلانا إن شاء الله. أنا سنسري لا يكذب، يقول لي السنسر إن جدري هني. جدر المعدة؟ إيه هني. يا جماعة هذه ترى بتفشلنا، خلنا نروح أحسن لنا. لا وصوت دقدقة بعد، يمكن عرس. عرس؟ عرس بالنهار؟ هذه تشمشم وتقولي جدري هني، وانت تقولين لي عرس بالنهار، شل حظ؟ شل حظ الردي؟ شو اللي قطني بين هالشرايك؟ يا جماعة أقول لكم خلنا نمشي، ترى الشالة في ناس. خلنا نمشي. أختي خير في شيء؟ لا بس حبيت أسأل عن جدري عندكم. جدرك؟ العفو مسامحة، هي قصدها ان احنا كنا نتمشى بين الشاليهات نطلق رويلاتنا، سمعنا حس دقدقة وقفنا نتسمع شوي. زين وليش واقفين برا؟ تعالوا حياكم، هذا شاليه ام بلال. ام بلال؟ وش تطلع هذه بعد؟ تفضلوا حياكم، تقولوا تعرفون ام بلال داخل. حياكم. ديش؟ ها ايش رايكم انديش؟ اي في دقدقة داخل وانا فيني طرب وفيني وناسة. يا جماعة انا خايفة بس خلينا ندش لان شكلها يخوف، ممكن تسوي فينا شيء. اقول لا تقعدين تسولي، تسوي فينا شيء ما تسوي فينا شيء، وهذه دقدقة تبتستانس، وانا جدري شنو نسيتوه؟ نديش وقصب عليكم، جدري يطلع يعني يطلع. خلاص ندش. يلا يلا امشي امشي يا ام جدير. يما خلاص تعبنا زقعتنا الشمس، أبروح عند البنات الشالي. خلاص يما روحي روحي، الله وياش دربك خضر، روحي يما روحي توكلي على الله. ها وش فيكم الصاير؟ يعني سمعت صوت داخل بالشالي ما أدري شنو. خالتي هذول يا نانوتة شدتهم علينا بالمطبخ. يا معودة أي يا نانوتة؟ إنزين أحمد وجاسم بالجمعية، عمك وإخوانك داخل، خي يشوفون شنو هالصوت. ولا أقول لك تعالي أنتي بنت شكسبير، روحي شوفي منو اللي داخل. لا 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 مالي شغل، لا تطرشوني، أنا أخاف من هالمواقف. وي يا ربي لا يكون احد باقي جدوري، انا بروح اقرب يحورني على جدري اللي مباق. اي بس ذبحتيني انت يا مال جدور، اخاف يكون عمي صاير في شيء، خلني اروح اشوفه. تعالي ايش تبي؟ لا تحركي من مكانك، ليه رحتي والله من اللي يحمينا؟ وي لا 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 ضبطونا بالعشاء بعد. لا 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 عمي عمي فيك عمل وين انت يقتل ذبحنا هذا؟ لحظة هذا اللي ماخذ غدانة هذا. ماخذ طباخ الوالدة عجبك؟ يازدك ها؟ زين زين لحظة لحظة، انا عشان اخاف انطق ودي امشي معاك. خذوه خذوه روح انتوا حق الجماعة، انا عندي امتحان بدري. خذوه 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 عمي شوي شوي عمي 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 هذا ايش فيك؟ يا الله لحظة 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 اوف لحظة غلط 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 يخرب بيتكم. روحوا 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 داخل يلا دشوا. وين هذا؟ شنو هذا بعد؟ خالتي سليمة هذا اللي باك جدرك هذا لقيناه. حسبي الله عليك سبع التحاسيب، يلي ما تخاف ربك يا الظالم، يلي ما عندك لا ذمة ولا ضمير، سود الله ويهق قول آمين. تبوق جدري وتبوق تعبي، تبوق المواشي اللي أنا مسويته. يبا جت الصيد أمس. شفتي شفتي بدري يا بحرني. صبري شوي. أنا اللي محيرني شلون قدرت تدش الشاليه في عز النهار وتبوق الجدر وتروح؟ ها؟ عاد هذه قوية. الله يغرب البليستك، حست فينا نحوس، فرينا شاليه شاليه، شفنا بشر غير البشر، كل من تحت راسك انت، ابو هدوني عليك على بتشعشع. اوه طلعت تعرفون والده. ليش انت من امك؟ انا بلال ود ام بلال. هذا هذا طلع سكران بعد، طلع سكران. سكران؟ اقول يا يعقوب شوف شغلك فيه، لا تخلي في ظل صاحي.